السيد رئيس الجمهورية البارح للسيد وزير التربية هذية في الأعمال العادية نتاعه، كونه يحب يسرع بإنهاء الأزمة، هي رغبة معناتها من نتقاسموها معاه. نحن زادة نحبه في أقرب الأجال كون هذا نسرع بإيجاد حل للأزمة، وهذا ما نأمله فعلا. نحن كجامعة عامة التعليم الثانوي قاعدين نجتمعوا متى لازم الامر، وقاعدين نقوموا في جلسات التفاوض مع الوزاره، معناتها بحضور الاطراف الممثلين عن الحكومه والماليه ورئيس الحكومه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، والامور ماشيه وفق المعتاد نتاعها، وفق في احترام البروتوكول والقوانين الشغليه الى حد هذه اللحظه. اللي عندنا ما اقرته سلطه القرار هو حاجب اعداد الثلاثي الاول والثاني، ما زلنا نستكمل في المفاوضات، وما ناش نحن معناتها عن الحق باش ناخذوا القرار. كل ما سيترتب عن المفاوضات بوقت بشكل نهائي وواضح سيعرض على الهيئة الإدارية سلطة القرار في القطاع، وستتخذ القرار المناسب والحكيم، هذا متأكدين منه. احنا راهو ما نعرفش فيما يخص الثانوي، المسألة صعبة إن لم تكن معناتها مستحيلة، فهمت؟ وفي الحالات الكل نحن نرجو أن نصل إلى اتفاق يجنبنا كل السيناريوهات اللي من شأنها تزيد التوتر والوضع والضرب بأبنائنا التلاميذ.